مساء الصحة والجمال عليكم، معاكم سلمى سليم في برنامجكم هي الحكاية ايه. حكاية النهاردة بصراحة يعني لما جينا نختارها حسينا ان اهم حاجة في اي مكان هي الديكورات. يعني لما بدخل مكان هي اول حاجة بتلفت نظرنا الديكور، شغل الجبس، المكان ده مريح للنظر ولا مش مريح للنظر. اي بنت بتوضب شقتها هي واي شاب، اي شاب طبعا بيبقى ما تعملش في الديكورات قبل كده، ما تعملش في الجبس قبل كده، فممكن يندحك عليه. حلقتنا النهارده دي ليك عشان ما يندحكش عليك وتعرف بالظبط ايه الشغل الصح اللي المفروض يتعمل وايه اللي انت المفروض تعمله وايه اللي المفروض ما تعملوش. اما البنات بقى فطبعا شقتك دي بالنسبه لك يعني مملكتك، فطبعا مهم جدا انها تبقى مريحه لعينك، مريحه لنظرك، انها تتعمل بالشكل اللي انت تحبيه وكمان بجوده عاليه. فبصراحه معانا النهارده قلنا نناقش معاكم خبايا الديكور والجبس مع المهندس محمد مجدي، او ممكن نقول شهرته حماده، مهندس ديكور وجبس. برحب بيك جدا. اهلا بحضرتك مدام سلمى والساده المشاهدين. اهلا بيك اهلا منورني. بحضرتك دمورك. بص بقى، في الاول قولي مين حماده او محمد مجدي. انا شاب مصري مكافح زي اي واحد، بدات من الصفر. اشتغلت في الصناعيه وانا عندي 14 سنه، سافرت بره وانا عندي 18 سنه، رحت قبرص، رحت اليونان 18 سنة 18 انت هجرت. او سافرت بره زي تمام شاب مصري عايز يكون نفسه ويجدد تمام من نفسه كده. سافرت اشتغلت فيها، طورت من نفسي، لقيت العالم اللي بره غير هنا خالص. هناك مهندسين ديكور، الملي بيفرق معاهم، السنت بيفرق معاهم، الشغل شغل، الهزار هزار وكده. فضلت بره 8 سنين، نزلت من 8 بره، سنين رحت فين رحت بالظبط؟ قبرص وتركيا قبرص واليونان. وتركيا واليونان. نزلت خدت اسرار الصنعه منهم كلهم، طبعا الناس دول عمالقه في الصناعه. تمام نزلت مصر، حبيت اطور من الشغل، خدت الجديد ضفته في الشغل وطورت من شغلي لحد ما شاء الله دلوقتي بقيت يعني من افضل 10 في مصر في صناعه الجبس ما شاء الله. ما شاء الله. يعني انت دلوقتي ممكن نقول انك اتعلمت الصنعة في الاول في مصر. تمام، بس اتربيت ما كنتش بس محترف فيها، لا مش محترف فيها قد كده. فقررت ان انت تسافر بره. انت يعني زي سافرت عشان تحترف زي في احترف زي اي المهنة حد، زي لاعب الكوره كده. زي لاعب الكرة كده. طيب بص بقى، دلوقتي الجبس ده ليه يعني اشكال كتير وحوارات كتير، عبارة كتير. عن بحر مفتوح ملوش في آخر. جبس الجبس بلدي وجبس امبورت، في ناس ما تعرفش ايه الفرق، تمام. وضح لي بقى. هو الجبس البلدي عبارة عن، هي بتيجي مواد خام زي الشكاير، احنا بناخدها بنصبها بنجهزها، بتبقى عبارة عن لوح وبنشتغل بيها وبنرسم بها الرسومات. كل الرسومات في منه المودرن، في منه الكلاسيك، بيعمل جميع الاشكال، لان الجبس البلدي ده هو الاساس. لحظة، يعني الجبس البلدي بيعمل أشكال الجبسن بورد عادي؟ عادي ده هو بيعمل اشكال الجبسون بورد، ما ينفعش يعملها لان في منه منقوش، في شغل نباتي، في شغل كلاسيك بتعمل في القصور، حلو. في اللي هو المودرن اللي بيحب يعمل مودرن في الفلل كده. الجبسون بورد عباره عن لوحه جاهزه بتيجي لها طول معين، عرض معين، سريعه في الشغل، خفيفه في الوزن، برضو مجالها مفتوح وبتعمل اشكال برضو مودرن. اصلا طب لحظه، يعني انت كده الجبس البلدي بيعمل نفس يعني نفس شغل ايوه ده بيعمل كل الجبسن حاجه بورد، اعلى من الجبسون في بورد حين كمان. ان الجبس البلدي ارخص يا جماعه. يعني ساعات بيبقى ارخص وساعات بيبقى اغلى. يعني في ساعات بيبقى الكلاسيك، اغلى. طب قولي الكلاسيك بتفرق في اغلى، ايه؟ الكلاسيك اغلى لان الاوالب بتاعته غاليه تمام، ما بتعملش غير في القصور في الفلل، وليه طلبات معينه، بيبقى شغل نباتي، شغل حاجه عاليه جدا، فلازم ان يبقى اغلى من الجبس من الجبس المودرن اللي هو البلدي والجبسون بورد. يعني انا دلوقتي لو انا بعمل شقتي تمام، تمام. وانت يا حماده جيت طلبتك وعايزاك تعمل توضب معايا الشقه، تمام. هتقترح عليا ايه؟ انا هقترح عليك اللي هو الامتن والافضل الامتن اللي هو اللي ايه؟ هو الجبس البلدي. يبقى انت كده بتقول ان الجبس البلدي افضل من الجبس بورد. طب ما افضل تقول من لي حيث ايه القوه والمتانه. القوه والمتانه. والمتانه تمام. طب قولي الجبس بورد رغم ان هو احيانا بيبقى اغلى في الاشكال اللي هي المودرن صح، عيوبه ايه؟ هو جبسون بورد هو عيوبه كلها بس ان هو بيجي بعد فتره تمام، ان هو بينمل او بيشرخ، لان الجبسون بورد ما فيهوش العصب اللي في الجبس البلدي اللي هو بنحطه حاجه اسمها كتان او تيل تمام، وبيبقى مثلا نفس القوه بتاعته. انما الجبسون بورد عايز اماكن مفتوحه كبيره زي القاعات، المولات اللي بتبقى فيها درجه الحراره ثابته، اللي ما عشان ما يتاثرش بدرجه الحراره، زي مثلا ايه دول الخليج كلها تكييفات مكيفات، يعني هو فدايما مع بيعملوا جبسون الحرارة بورد. ايوه مع اي الحرارة. حاجه في العالم بتاثر بالحراره بتاثر بالبروده، فهو انا بفضل الجبس البلدي. بس الميزه الجبسون بورد ان هو سريع في الشغل لانه خفيف في الوزن وسريع في الشغل، بتيجي الواحد جاهزه وبنشتغل بيها على طول. سريع في الشغل من ناحية ايه؟ يعني انا مثلا لو من ناحيه هخلص الوقت، الشقة في وقت معين هتخلص. من ناحيه الوقت، واهم حاجه في اهم ميزه في الاثنين الصنايعي، الصنايعي النظيف اللي عنده ضمير يعرف يشتغل اي حاجه سواء جبس بلدي او جبسون بورد.
طب قول لي عيوب الجبس البلدي. الجبس البلدي عيوبه ان هو تقيل في الشغل، تمام، يعني في الوقت بتاعه بيبقى مثلا بياخد وقت شويه، تمام، وبيبقى مثلا تقيل في الوزن، وعايز صنايعي نظيف، لازم صنايعي نظيف في الجبس البلدي، مش اي حد. واللي اشتغل جبس بلدي سهل جدا ان هو يشتغل جبس بورد، انما مستحيل صنايعي جبس بورد يشتغل جبس بلدي، لان الجبس البلدي دي حته عجينه معموله من ميه بتشكليها على اي شكل حضرتك عاوزاه. طب انت كده قلت لي عيوب ومزايا الجبس، ايوه حلو. دلوقتي في ناس لما بتيجي مثلا تمام تعمل مكتبات في تمام الشقه، تمام فتلاقي المكتبه يقولك لا ما تعملهاش جبس لان الجبس بيتاثر بالميه، اعملها لي خشب. لا لو جبس، هو حضرتك هو الخشب لا يعلى عليه، تمام، بس مش في معظم الاشكال الخشب هيتشكل زي الجبس، لان الجبس هو عباره عن لوح او عباره عن عجينه بتشكليها تعملي بيها اي رسم حضرتك عاوزاه. لو جبس بلدي مستحيل تتاثر بالميه، لان اساسا هو مصنوع من الميه، انما لو جبس بورد عباره عن كرتونه بتبقى طبقه فوق وتحت، ده اللي يتاثر بالميه، انما لو جبس بلدي ما تاثرش بالميه. ثانية، يعني انا الجبس البلدي لو عملت بيه مكتبة تتغسل وتتنظف ولا تتنظف ليها عادي. طريقة معينة في التنظيف؟ لا تتنظف عادي، تتنظف عادي، تتنظف سامعك عادي عشان في عرايس كتير بيتفرجوا علينا، وممكن يعني عشان طرق التنظيف فعلا، لا سهل جدا، سهل جدا يتنظف ده، يعني حتى القصة كلها في الجبس البلدي انه بيتشكل عن بيتشكل. الخشب. حتى احنا بنضيف فيه حاليا، انا ضفت فيه، انا اول واحد ضفت في مصر الحمد لله، ضفت فيه السي ان سي اللي هو الخشب اللي هو المنقوش اللي هو المفحور، اول واحد عملته في مصر وضفته في الجبس، وده ما شاء الله دلوقتي بقى كله بقى بياخده وبيشتغل بيه بالطريقه دي. طب بص بقى، عمري انت دلوقتي حماده سافر بره وخد خبره عاليه جدا في الجبس، تمام صح؟ تمام ايه بقى اللي بيميز لي حماده عن بقيه الناس؟ يعني انا لما اجي مثلا اختار، ايه تمام اللي هيخليني اختار حماده؟ تمام انا الحمد لله اللي بيميزني عن باقي الصناعيه او باقي الناس، معايا فريق يعتبر كله عالمي، معايا فريقي مع الاستاف بتاعي 8 افراد، عملت تيم. عملت تيم معايا كلهم انا اللي معلمهم الحمد لله فضل ربنا، بنخش المكان ما بنطلعش منه الا هو خلصان، حتى لو انا سبتهم في الشغل ورحت شغل تاني مع عميل تاني ببقى عارفين هما بيعملوا ايه، بياخدوا الديزاين بيصمموه زي ما في المخطط بالملي، سواء مع مهندس او شغل عند عميل مننا ليه، ده اللي بيميز مع نظافه الشغل مع جوده الشغل، وما بناخدش من اي عميل او اي حد في الدنيا فلوس غير لما بنسلمه شغله، يعني بناخد المواد وبناخد كل شيء وبنروح نشتغل من داخلنا، وفي الاخر يجي يستلم شغله يدينا حسابنا. يعني انت ما بتاخدش من لا في لا ولا المقدمة، بعربون ولا اي حد، في المقدمة يعني ما بتاخدش فلوس لا مقدم، لا لا خالص، بتاخدها بعد لا ما لان بتخلص الشغل، حضرتك شغل في حين ان نص الصناعية بتقولك لا انا عايزة فلوسي نص لا على الاقل. انا غيرهم كلهم، لان حضرتك شغل الديكور الجبس بالذات ده حاجه ديكور كده، لو فيها ميل غلط ما بتتعالجش، ان ما هو كله بتتعالجش ديكور لا ملهاش علاج، اصلا. فيتعمل صح يا ما تعملش. يعني طب انا دلوقتي اعرف منين ان الصنايعي اللي اشتغل ده في مشاكل في شغله، او انا كشخص يعني كشاب تمام بيوضب شقته اكيد ما تمام عنديش الخبرة بتاعتك دي، تمام تمام مش عايز يضحك عليا. بص حضرتك، واول حاجه انت لازم اي صنايعي تجيبيه لو ما شفتيش شغله على الطبيعه او ما كانش صنايعي موثوق فيه تجربيه في غرفه الاول، تديله الرسمه اللي حضرتك عايزاها وتطلبها منه، في صنايعية كتير ما بتبقاش قادره ان هي تنفذ الرسمه دي. يعني انت قصدك ان انا اديله نموذج صغير ايوه يعمله؟ تجربي في شغله الاول في تشطيبه عامل ازاي، الحيطان وراه عامله ازاي، الرسمه مطلعها لك بالملي مطبقه المواصفات اللي انت عاطيها له ولا لا، لقيتيه غير كده مما وقفيه عن الشغل، لان الديكور عايز صنايعي طب فيه. انا هستأذنك بس كده، بص معانا، علق لي كده، ده شغلك صح كده؟ ده شغل اهو. طيب عبارة عن ايه بقى؟ يعني انا شايفة زباين في قوي. لايت تقريبا. في لايت على السور. طب قولي كده. هو ده عباره عن شغل جبس، تمام، طيب في خشب ارت مفحور. ارت مفهوم. اللي هو سي ان انت سي. قلت لي ان انت معاك التيم بتاعك، التيم بتاعي. فمعاك شغل الخشب من ضمن شغلك ولا في حد لا بره؟ احنا اول عميل اللي بيجيبه من مكان موثوق فيه انا بجيبه له وباخد حسابه فيه بحاسبه عليه. حاسه ان هو مدي شويه على شغل ارابيسك، ما هو شغل الاربيسك، ما هو شغل الارت هو صح الاربيسك. كده؟ اللي هو سي ان سي. سي ان سي سي ان سي. ده كده، ده شغلك. طب قولي انت التيم بتاعك يعني كله شغال جبس ولا انت لا كلنا جبس، مقسمه لا كلكوا كلنا جبس؟ جبس، كلنا جبس، بس انا لو العميل طلب مني ان انا اجيب له مثلا صناعيه نقاشه مثلا سيراميك واثق في حماده وعايز ناس زيه وبجيب له انضف ناس طيب تشتغل. ندخل على الصوره التانية. هو بصراحه الشغل تحفه. ده طب برضه انا محتاجه منك تعليق. شغل جبس، ده جبس بلدي في خشب ارض اللي هو الارابيسك. الخشب ارت اللي هو الارابيسك. اللي هو الارابيسك. لا حلو قوي. حماده انت بيجيلك الشقه بتستلمها بنسمع على المحارة. على المحاره، وبعد كده بتاخد انت شغلك فيها
باخد الشغل فيها بقى. علقلي كده، ده ايه؟ معلش، ده سقف الجبس بلدي كله، ده جبس ثاني، بلدي. دي فورمة، لا دي ده كله شغل يدوي مش فورمه، شغل احنا يدوي بنصممها هنا على ايدينا، على احنا ايديكم. اللي طب بنعملها بلاش ده آلة. جبس بلدي ده جبس اللي بلدي، فات كان ايه؟ معلش، جبس بلدي برضه، فعلا يعني كل اللي فات كل اللي فات ده جبس جبس بلدي، بلدي جبس بلدي. ومش فورمة، ده كله شغل لا ايدك. كله شغل يدوي. لا جميل جدا، يعني علق. كل ده شغل بلدي، كل ده كل ده شغل شغل بلدي. بلدي. طب ده علق، بلدي، ده شكل ايه بقى؟ ده شكل كده، ده الشكل ده انا كنت عامله للدكتور، جابه كده من مهندس صاحبه الدوله. السقف ده انا عامله في فيلا مدير بنك في الجيزه. ده السقف ده فريد من نوعه، لاول مره اتعمل في مصر السقف ده. السقف ده السقف ده اول مرة لاول يتعمل في مره. مصر، ده ليه بقى؟ لان السقف ده مش ده بياخد ده بياخد شغله اسبوع تمام، وبياخد شغله صعب جدا، لان تقسيمه كله لازم الاقسام دي كلها تبقى موحده. الملي او سنتي خلف في الرسمه زي دي السقف كله بيبوظ، السقف ولازم كله المقاس السقف يبقى موحد 8 في 8 7 في 7، المساحه كلها لازم تبقى مربعه. بيشتغل معاك حد يا حماده يقول لك، هو اللي بيرسم لك الرسمه لا وانت تنفذها؟ احنا اللي بنرسم كلنا. يعني عايز تفهمني ان انت يعني بترسم للعميل الرسمه وتدي له اوبشنات، ولا انت احنا اللي بنرسمها، مفيش حد معانا بيرسم. الواحد جبسي دي احنا اللي بنرسم عليها، واحنا اللي بنقطعها، واحنا اللي بنركبها، واحنا اللي بنفنشها فعلا؟ لحد ما تطلع بالشكل ده كده. ده ايه ده برضه ده جبس بلد برضه. ده؟ جبس بلد. مع سي ان سي. بص يا باشمهندس، هو مبدئيا انت فنان، الله يكرمك تمام؟ يا رب. يعني الشغل اللي انا شايفاه ده كله تحفة. احنا بننزل شغلنا عامه كله، حتى على البيج بتاعتي او على اي حاجه للعميل، بنفرجه على شغل الابيض كده في الاول، بنفرجه بعد التشطيب، هو ليه حريه الاختيار. بنفرج شغلنا قبل وبعد التنفيذ، وبنعمل شغل، بنعمل لايف لشغلنا وبس، وبنعمل فيديوهات عشان العميل يبقى عارف جايب حماده ومقتنع بيه، مش مجرد ان انا هاخد صوره من على النت هنشرها ويجيبني ان انا اشتغل عليها. وده اللي ماشي حاليا، اغلبه دلوقتي كله ماشي كده. لان يعني 3 4 صناعية تقريبا بيجي لهم انا عايز الرسمه دي، هو ما بيحطش التاتش بتاعه. يعني انا شايفاك عمال ايوه تقول السقف ده اول مره يتعمل، ايوه الرسمه دي يعني 3 4 صناعية، لا هو انت هات له ديزاين هو يشتغل من هو غير. هو ينفذ. وساعات احنا انا بقعد انا ساعات مثلا بجيب مثلا على الكمبيوتر في اللي البرامج اللي هي 3 دي ماكس او كده، وبنجيب كراسه بنفضل نرسم سقف من وحي الخيال كده. وزي انت ما بيبقى عندك تخيل يا حميده، صح؟ ايوه طبعا العميل ما بيبقاش عنده قوه التخيل لا زيك لان انت دوست. صح. طب افرض انا عميل، يعني انا مصمم على رسمه معينه، بس ايوه انت حضرتك، بخيالك شايف ان الرسمه دي هتبقى مش حلوه وممكن مش تبقى ظريفه، اوفر. صح. ساعتها بص بت ايه؟ حضرتك، هو في ساعات من اغلب المشاكل اللي بتواجهنا في الشغل ان العميل بيبقى هو جاي مصمم. بيبقى جايب السقف ده، هو سقف مثلا ينفع في مساحه مستطيله وهو عايزه في مساحه مربعه، فانا بقنعه انه ما ينفعش، بجيب له رسمه اصعب منها كمان وذوقها اعلى واقنعه بيها عشان ما يقولش ده انت حماده تتهرب من الرسمه دي مش عارف تعملها. انما هي اغلب مشاكل الديكور الجبس بالذات، انك تجيب حضرتك سقف ما ينفعش في المساحه دي، لازم تجيب الصوره اللي تنفع مع المساحه دي عشان تطلع يعني انت بنفس ال بتبدأ تفرض رأي، مش رأي ايوه يعني، زي ذوقك ذوق. زي ما بيتقال، او التخيل بتاعك. صح. لان انا ايدي في الصنعه، واللي ايده في الصنعه غير مثلا ايه اللي هو بيتفرج على صوره وعايزك تنفذيها، فدايما اللي في ايده في المجال هو اللي فاهم بيعمل ايه وبيطلع معاه الشكل في الاخر ازاي. هو ده كل الحكايه. طب قولي كده، احكي لنا مثلا موقف عن زبون عندك تعبك، كتير حصل معايا مواقف كتير. قولي موقف. يعني اخر مره زبون جاب لي غرفه نوم، كانت دي كانت دكتوره جابت لي غرفه نوم من على النت تمام. الغرفه ديت هي عباره عن شغل ورا السرير، وهي عايزه وما فيش مكان اساسا. انا فضلت اقنع فيها، هي مصممه، عملت الرسمه، وقبل ما اقفلها قلت لها تعالي يا دكتوره اتفرجي الاول قبل ما اقفل. قامت جايه قالت لي لا لا انا مش دي الرسمه انا عايزها خالص. قلت لها ما دي حضرتك اللي انا راسمها ولا لا؟ قالت لي فعلا دي اللي في الصوره، بس انا مش حابه، مش هتطلع بالمنظر اللي في دماغي. قلت لها عشان اعرف حضرتك ان دي كلمه حماده اللي بتتقال هي اللي بتطلع في الاخر صح. انت في الحالة دي بتقرر تكسر تاني انا بنفذ الاول تم برسمها على قد المساحه اللي اللي عندي هو بعمله قبل اللي هو ما عايزه بشتغل. الأول؟ اقتنع بيها وحبيبها كده اعملها له، خلاص شاف راي حماده صح بعمل انا الصح اللي انا شغال عليه. هي ديت هو ده اغلب المشاكل اللي بتقابلنا في في الشغل. مهندسين ديكور بيبدأوا الأول يقعدوا يرسموا اي الرسمة على الكمبيوتر طبعا ويعملوها 3D وبعد كده ينفذوها، تمام. انت بيبقى شغلك ازاي؟ انا شغل ان انا باخد منهم مثلا اللي باخد منهم الديزاين او المخطط. يعني انت اوريدي شغال مع مهندس ديكور شغال. وشغال 3D؟ صح، انا ما انا ده اللي انا بتكلم لا فيه. شغال، انا شغال مع مهندسين، وشغال شغل اللي انا تبع المكتب بتاعي شغال لوحدي على حسب ما يجي لنا شغل. ان في مهندسين طلبوني في الشغل وواقفين عليا بروح لهم معايا الشغل، بقول لهم انا قدامي مثلا كذا من الوقت واخلص واجي لكم، بيديني المخطط او بيديني الشغل تمام في المقاسات،
وعلى فكره الشغل مع المهندس اسهل ما يكون انا شغال من نفسي، لان المهندس حضرتك بيجيب الشغل، بيجيب فيه جميع المقاسات مكتوبه، كل حاجه دي هنا كام سنتي، هسيب من هنا قد ايه، دي ارتفاع كذا سقوط كذا، بيبقى مسهل لي كل حاجه، بخش ان انا اصمم بس. انما لما اشتغل انا من دماغي بضطر ارسم السقف وافصل فيه واسيب من هنا قد ايه واعمل هنا قد ايه لحد ما اطلع الشكل اللي في الاخر بالطريقه اللي هي الزبون عايزها. حماده قولي، هو اذا انا كنت سالتك سؤال في نص الحلقه، بقول لك ان انا دلوقتي كشاب مثلا بعمل شقتي، تمام بعد ما الشغل خلص تمام هو في اخطاء تمام بس انا مش فاهمها، تمام يعني ايه الاخطاء اللي ممكن الصنايعي يعملها وتتدارى تمام والزبون ما ياخدش باله منها؟ والله هي الاخطاء كلها عامه ما بتبقاش اخطاء ملحوظه، هي بتبقى اخطاء في طريقه تركيب الشغل وتاسيس الشغل، اللي هو مثلا في صنايعي بيبقى واخد شغله من دخله، يعني هو اللي جايب المواد وجايب كل حاجه، فان كان الصنايعي لو الزبون استرخص هيجيب صنايعي هيسرقه في المواد، فيضطر عشان يكسب هيقلل في مثلا في متانه السقف، في قوه السقف، في تشطيب السقف، فهيقلب الشغل. انما لما تجيب صنايعي نظيف تمام بيتقي ربنا في شغله وحد معروف او معروف هيديك شغلك بما يرضي الله. اللي انا عايز اقوله ان مثلا ان الزبون ما يسترخص في ديكور الجبس بالذات، انما اي حاجه تانية عادي. طب افرض هو امكانياته الماديه قليله، هي مش قصه بيسترخص بقى، تمام يعني انا شاب لسه، انت عارف دلوقتي كل الشباب تمام، بتجهز التشطيب نفسها صعب. بالظبط، فطبعا فكره ان الشاب يقعد يشطب شقه ويجيب عفش وانت عارف ان كل ده يعني في الفتره دي صعب محتاجين هيرو، يعني صعب صعب. فدلوقتي انا امكانياتي الماديه قليله، تمام، فجاي نفسي اعمل شقتي بالشكل ده وجاي لاستاذ حماده، تمام، قول لي بقى، بس انا امكانياتي قليله، انا مش والله بسترخص، يعني انا نفسي اعمل احسن حاجه تمام بس امكانياتي قليله. والله حضرتك احنا اي حد بيجي الحماده انا براعي ربنا الاول في شغلي وفي ضميري، وفي الضمير دي اهم حاجه، اللي بيجي لي مثلا بلاقي الظروف الماديه مش اللي هي، والله بنعمل معاه احلى واجب. الشاب اللي هو مثلا اللي بيكون زينا ومكافح بنعمل معاه احلى احلى واجب، واجب اللي هو ايه بقى؟ اللي هو مثلا عايز مثلا يعمل سقف مثلا زي ده، او التكلفه هتعدي مثلا على الرينج اللي هو في دماغه، انا بقوم عامل له، حاجه من عند انا ليه هو هديه. وبقوا مثلا لو انا هاخد من لو انا باخد الشغل مثلا فرضا ب 100 جنيه، لا انا بعمل له شغل ب 50 او ب 60 او ب 70. بتقلل في صنايعيتك انت؟ لا ما بقلش في الصناعيه، الصناعيه امال هم هما بس بقلل انا في الصنع في اللي هيطلع لنا في الاخر الرزق اللي ربنا هيبعته لي، بس مش شرط ان اكسب الماتيريال كتير. نظيفه زي ما هي. لا انضف خامات انا بشتغل بيه انا والفريق بتاعي كله، بس مش شرط ان اكسب 1000 او اكسب كتير، لان الشغل حضرتك بتجيب شغل، والسمعه الصناعيه الكويسه هي ديت اللي بتبقيه على مر العصور. انما ان انا هكسب كتير ومثلا هضحك على الزبون ده، لا انت هتتعرف ان انت شغلك يعني مثلا شغلك مش كويس تمام، وفي نفس الوقت هيقول لك ده انت حراق او غالي، فبالتالي شغلك هيقل. هو فعلا في صنايعية دلوقتي تحس ان هما بيلعبوا على طبقات، تمام، يعني انا كصنايعي طبقتي الطبقة دي، تمام، صنايعي تاني لا انا طبقتي الشركات والمستوى العالي ده، تمام. حمادة كده الطبقة اللي هي الفي اي بي. ايوه الفي اي بي، انت كده فهمتني. فدلوقتي حمادة طبقته ايه؟ انا لكل الناس والله، لكل الناس، لان انا شاب يعني. يا حماده مش بتجامل بقى عشان على التلفزيون لا والله كده؟ ابدا، اقسم بالله ابدا، اي حد يعرف حماده والله بشتغل عند الغني وعند الفقير وعند جميع الطبقات، وانا شغلي عامه الحمد لله معروف في مصر كلها، وبشتغل عند جميع الطبقات من حد الغني لحد اللي معهوش خالص بعمله. احنا كده بنتكلم ان شغلك هو اللي بيتكلم عنك. الشغل عنه. هو اللي بيتكلم عن نفسه الحمد لله. قولي لما سافرت بره، تمام، اكتر حاجه وقعت فيها ايه؟ اكتر حاجه وقعت فيها اول حاجه اللغه. لا سيبنا من اللغه كشغل، ما هو انا ما هو بص حضرتك مش فاهم اللي قدامك عايز مش ايه. فاهم هو عايز ايه، لان هما اللي برضه اغلبهم يعني بيتكلموا لغه جديده عليا، فمش فاهم، وطبعا طريقه الشغل غريبه عني، يعني احنا اللي احنا بنعمله في مصر ده بيعتبر صفر على الشمال بالنسبه للي بره. بره كل شغل هندسي، ما فيهوش حتى مجال في الغلط، انه 1% اللي غلط، لان الشغل بره شغل، هناك دنيا تانيه، واحنا فعلا زي ما بيقولوا كده مثلا ايه من الدول اللي هي انت قلبك جامد، يعني انت ما خدتش لغه وما خدتش اي حاجه وقمت واخد بعضك ومسافر. لا جازفت زي اي حد، جازفت اللي هو انا يعني خلاص هو انا كده كده مسافر، خلاص انا عايز اشق طريقي وعايز اشوف حاجه جديده وعايز انجح في المجال ده. حسيت ان كل اللي بتعمله في مصر ده ولا حاجه، لا في الفاضي، في الفاضي كله، ما هو ولا الشغل كانك كنت بتشتغل، لا ولا اي حاجه. وبعدين انا من صغري حاطط طموح قدامي ان انا ابقى حاجه في الديكور ده، عايز ابقى حاجه فيه معروف في مصر، وابقى عايز ابقى فيه حاجه، فبالتالي لازم انا اسافر بره اشوف الناس دي بتعمل ايه جديد، اخد منهم افكار انزل انفذها في مصر. فعملت كده في الحمد لله، ونزلت شغلت السي ان سي اللي هو الارت او الارابيسك، تمام، وطورت من شغلي والحمد لله. قول لي يا حماده، في مره مسكت شغل بوظته بس بامان؟ لا ده في اول ما طلعت، في اول، ايوه ما انا بقول اهو، انت اول ما سافرت ما مسكت الشغل، يعني حصل منك ان هو باظ يعني؟ لا او كتير، لا كتير حصل كتير، ما هو لازما كده، ما انت انا الوضع كله جديد عليا، الماتيريالز نفسها جديده عليا، لازما هشتغل، لازما هغلط مره واثنين وثلاثه،
وهرجع تاني اشتغل، ومش عيب ان انا اغلط، ما انا لازم اغلط عشان اصحح من نفسي واطور من نفسي واتعلم. طب اكتر موقف صعب حصل معاك بره في اول ما سافرت اللغة والله. غير يعني مثلا انا كزبون يعني انا شغال انت شغال، تمام. واكتر موقف حصل لك مثلا مع زبون او مع صاحب الشغل هو كان مع صاحب الشغل، ايه بقى؟ هو صاحب الشغل وانا طبعا بكلم انجليزي كويس قوي، بس هو بقيت بتتكلم انجليزي لا انا كويس ولا انت لا انا مسافر؟ بكلم انجليزي حلو وانا مسافر. انت قلت مسافر تركيا طبعا تمام، اللغه هم هناك ما بيتكلموش اللغه انجليزي، مختلفه بيتكلموا اجريجي في اليونان وفي قبرص بيتكلموا اجريجي. فانا تمام. كنت في قبرص، صاحب الشغل جاي العميل بيتكلم معاه، هو مفكر ان انا بعرف اتكلم، هو كل شويه هو يسالني انت عملت دي، تعرف تعمل دي، انا واقف بس ابص له كده وخلاص، مش عارف اعمل اي حاجه، مش عارف ارد عليه، اصلا مش عارف، انا مش عارف اللغه، مش عارف ارد عليه. تمام. بس ده اكتر حاجه حصلت لي بره اللغه. سؤال بقى، الفرق بين الزبون بتاع بره والزبون المصري هو الزبون بتاع بره هو ملوش علاقه بحضرتك يعني، اصلا؟ هو المهندس شغال لي يستلم منه شغل، بس وهناك 1+1=2، حضرتك لو عامله شغل ب100,000 بتاخده من 100,000 من الاقصر جنيه. هنا الزبون في مصر متعب شويه يعني، مثلا متعشم هو في حمام. مهندس ديكور في نفسه. هو المصري في الكوره تلاقيه حكم في اي حاجه فاهم، هي دي اكبر مشكله هو بنواجهها في مصر. بتبقى طلباته بتبقى ممكن يعني ايه زياده شويه، وحابب يعمل احسن حاجه، ايوه فبيحاول ان هو ايه يعني يتقمص معاك صح دور صح حضرتك كلام دور مظبوط. المهندس. وبعدين هو يعني الاغلبيه بتبقى متعشمه في حماده شويه. طبعا، ما انت يعني عن كلامك اللي انت بتقوله ده كله طبيعي ان انا هاجي لحماده، فخلاص انا واخده عشم في حماده او في معرفه او كده بس فخلاص. انت بتقول كده ان في ناس ممكن، هي مش كل اللي بيجي لك معرفه لا مش كله، انا اغلب شغلي من على النت. من على النت. اغلب شغلي من على النت وشغله كله بره. ليك بيج يا حماده على النت ولا ليه صفحتك بيتشات؟ الشخصيه؟ عليها كل حاجه، البيج اسمها ايه؟ اللي هي الرئيسيه حماده مجدي. حماده مجد. والبيج التانية ابداع، اسمها ابداع ديكور ابداع، دي عليها اغلب شغلي، فيديوهات ولايف وكل حاجه عليها، ومشهوره الحمد لله في مصر، معروفه يعني البيج الاغلب الناس كلها الحمد لله. هو كده كده يعني اللي عايز يتواصل دلوقتي معاك يا باشمهندس هو الرقم على الشاشه يعني، واللينك بتاع البيج انا ممكن انزله لكم على الجروب بتاعي، على البيج بتاعتي سلمى سليم طبعا، بحيث ان انتوا لو حد اي حد احتاجكم يبقى انتوا عارفين تتواصلوا معايا. لا تحت أمرك. صح كده؟ صح صح كده. قول لي بقى، تحت أمرك. وقت الشغل بياخد قد ايه لو انت مسكت شقه؟ لان في صنايعيه بيجي مثلا مديله الشقه يقول لك انا اسبوع وهخلصها، ما فعلا. تيجي تاني اسبوع يقول لك انا بص اصل انا ما اعرفش حصل ايه، الاسبوع اللي بعده لا هخلصها، فعلا كلام حضرتك وناخد مظبوط. بقى شهرين ثلاثه. وفي صنايعية تبقى جايباها ممكن تيجي تشتغل تاخد عربون بعد كده تسيب الشغل وتمشي، تحصل كتير ده بجد؟ والله بجد، دخلنا كتير ورا ناس كده، ثواني، بياخدوا عربون ويمشوا؟ يجي يشتغل اول يوم حضرتك تمشي من هنا، يقوم واخد العده بتاعته ويقوم ماشي. ده نوع من النصب نوع من النصب فعلا ده والله. فعلا، والله فعلا ولا هو مظبوط. ملوش في الشغل يعني؟ هو ليه في الشغلانه ولا مش فاهمه؟ لا لا بص معلش حضرتك، جنب. بيبقى مثلا ايه، انت جايباه مثلا عن طريق النت او مثلا ايه، واحد ما تعرفوش تمام، تمام. بيجي اول ما بيجي انت بتتفق معاه على سعر المتر، ما فيش صور، اول ما بيجي يخش الشقه وتدي له عربون عشان يجيب المواد ويشتغل ويشوف الصور يتفاجئ بيها، ما يلاقيش نفسه يقدر يعملها، بيقوم واخد نفسه ويقوم خالع والعربون كده شكرا. خلاص. ما هو ده، هي الثقه اهم حاجه في الشغل، تبقى جايبه صنايعي موثوق فيه ومعروف هو مين وشغله مين. يعني انت بتتكلم ان هو انا ممكن فعلا يا جماعه، طب هما يعني اي حد بيجهز ياخد باله، لان لا يعني فعلا انت بتتكلم ان انا اجي اخد عربون وامشي. لو ما انا كانش صنايعي موثوق فيه او شفت شغله مره واثنين وثلاثه، ما في صنايعي، اغلب الصنايعي والله بتعمل كده، لان قارة الجبس ده عامه بطول المحاره ذات نفسهم بقوا بيشتغلوا فيه. افرض صنايعي من اللي معاك عمل مشكله في الشقه ما انا التيم بتاعي متعود على حاجه معينه. مثلا، تمام حصل دلوقتي دروب في الشقه دي، تمام طلع الشغل فيه غلطة، طلع حاجة، تمام حماتة بيتصرف ازاي في موقف زي ده؟ الشغل ده انا ما بسلموش للعميل الا لما بصلحه على حسابي، لان هو يعني مش ملزوم. بتتحمل التكلفة حضرتك اللي بتحصل؟ اللي بتحصل انا، هي ما حصلتش معايا الحمد لله، بس هو العميل لان هو يستلم شغله بالملي، مش ملزوم ان هو يجيب حد يجرب عنده، هو جايب حماده، عارف ان جايب حماده يستلم الشغل ده بالملي، فبالتالي لازم يستلم الشغل. تمام. ولو في اي حاجه في الشغل، لو في سقف مثلا، حاجات هتتزود في الشغل، من الواجب عليا ان انا اتصل على صاحب الشغل، او حتى لو مش موجود اعرفه اقول له السقف ده هيتعمل كذا كذا كذا، او مش هينفع، او هنسقط فيه شويه، او هنقلل فيه شويه عشان خاطر المساحه، لازم الموضوع انور فيه عليه. مشاركة. لازم فيه مشاركه طبعا. وفي مثلا اغلب الصنايعيه دلوقتي حاليا بتعمل مثلا، تفضل تزود في الشغل والعميل مش موجود تمام، ويجي في اخر في النهايه يلاقي مجمل، مثلا اتفق على رينج مثلا 15، يجي يلاقيها بقت 20 و30، لان ده الصنايعي ما بينورش على صاحب الشقه او على العميل.
حماده، ممكن اسالك سؤال؟ تحت امرك سافرت اتفضلي. بره صح، وقعدت 8 سنين بره، تمام وشفت عيشه انضف من ما شاء الله. بلاش يعني، حاجه مش شفت تحلو جدا، عيشه كويسه ليفل تاني يعني، خالص، بلاش مستوى اقول تاني اي خالص. كلام ما ينفعش، على عيشه كويسه مرفهه عن مصر حلو شويه، جدا، تمام، عن اي شاب لسه طالع في مصر، تمام. ايه اللي خلاك ترجع؟ خلينا نرجع، انا عايز اعمل، عايز اللي انا اللي انا عملته بره واللي لقيت نفسي فيه بره انزل انا اطور، انا انفذه في بلدي، الناس يستفيد منه، اعمل اسم في بلدي تاني، عايز انزل استقر في البلد، اعمل حاجه جديده اللي انا كسبته من بره، الخبره اللي خدتها من بره كلها اطبقها على ارض الواقع في مصر، لان في الاول وفي الاخر مرجعنا لبلدنا لمصر. يعني اصل في شباب مصري كتير ما بيفكرش كده، ده اللي ملوش هدف. يعني بيسافر او ما بيلاقي نفسه بره، في شباب كتير بتلجأ انها تتجوز واحده اجنبيه، اكيد كتير كتير انت قابلت كل ده، كتير ويستقر بقى هناك ما كتير. يجيش. ده حضرتك اللي هو اللي معه، اللي معهوش صنعه، او اللي هيرجع لمصر ما عندوش مشروع، او اللي ملوش حاجه يرجع لها غير قرايبه، هيجي يشوفهم اجازاته ويرجع تاني، فبيضطر بالتالي طبعا حضرتك قلتي عيشه تانيه، ليفل تاني، مستوى تاني، عربيات، رفاهيه، كل حاجه بالظبط ده اللي متاحه، بتكلم هرجع عليه مصر في اللي احنا فيه ده هيعمل فيه ايه؟ مثلا، لاقي نفسه هناك. انما انا معايا صنعه، معايا صنعه بره لقيت معاك نفسي سنة فيه. بره بس هتيجي تبدأ من الصفر هنا. ما لا، ما انا حضرتك انا قبل ما ها امشي كان ليا اسم هنا، اه كنت عامل اسم برضه ما هنا تاني. اسم برضه يا حميدة، بس لما اقعد 8 سنين بره هيتنسى طبعا. بالظبط طب ده، ما انا فانت رجعت قررت مصر، انك ترجع تبدأ من رجعت الصفر. بدات فعلا من الصفر تاني، شغلانه جابت شغلانه، والشغل طبعا انا شغلي اللي انا جاي بنفذه على ارض الواقع، الخبره اللي اكتسبتها من بره تفرق عن اي حد شغال هنا، ده اللي رجعني السوق تاني بقوه، سرعه الصاروخ، اللي هو الاختلاف، الاختلاف في التميز، الشغل، اختلاف في الشغل، الاختلاف بعمل وتميز. حاجه جديده، الزبون لاقي حاجه جديده، حاجه ما اتعملتش قبل كده، اول مره اشوف زي الارت، زي السي ان سي، فشغلي رجع من تاني الحمد لله، وبرضه رجعت المكانه بتاعتي زي الاول. افرض جالك شغل في محافظة تانية، بتروح؟ بنروح لحد الصعيد. بتروح لحد الصعيد، بس لسه بيبقى ليها طبعا تكلفة أزيد. والله نفس السعر اللي باخد بيه في بلدي باخد بيه بره. انا كل همي، لا كل حاسه، هدفي. بص يا حماده، حاسه كلام تلفزيون، لا استنى والله، بس. والله لا ابدا، بجد يعني، انا مثلا لو انا جبتك في محافظه تانية، انا كل شغلي بتيجي من غير، محافظات، كله محافظات. بتيجي من، انت منين؟ انت انا منين؟ من كفر الشيخ. من كفر الشيخ اي صح كده؟ صح، جالك شغل في الغردقه، في بروح اي والله، حته انا لسه من اسبوعين جاي من اسيوط، كان معايا قصر في اسيوط، بنفس التكلفه، والله بنفس التكلفه، يعني ما بتزودش مثلا مواصلات والله ولا اي حاجه. بدل لا انا سفر من النوع اللي قناعه قوي، ما ببصش يعني، ما بحبش ان انا اكسب كتير قد ان انا اشتغل واطور في صنعتي، فانا كل شغل قلت لحضرتك اغلبه على النت، اي مكان بروح بالتيم بتاعي معانا، كل حاجتنا اتعودنا خلاص، اتعودنا على كده، اي مكان بنروح، هو انت سوهاج رحت، اسيوط رحت، السويس رحت، كل جميع محافظات مصر شغال فيها. حلو جدا يعني، هو يعني نادر قوي ما بشوف حد كده، يعني كل دلوقتي بيجري ورا الفلوس في وسط الازمه اللي احنا فيها لا دي. الحمد لله شغال، وشغال في العاصمه الاداريه، معايا مبنى وزاره الحي الوزارات، شغال في حي، معايا مبنى وزاره الماليه كله شغال فيه، وشغال في المحله، وشغال في جميع الاماكن، معايا الحمد لله تيم تمام، وكله ثقه، واللي بيجي لحماده بيبقى عارف هو جاي لحماده على ايه. حماده، من يوم ما انت نزلت مصر، ايه اللي ممكن يخليك تطور من نفسك في مصر؟ بتطور من نفسك في مصر ازاي؟ بشوف، بص حضرتك البند الجديد يعني بره انت خدت الاكسبيرينس خلاص، خدت شغلهم الخبره من بره، مختلف، صح. نزلت هنا اكيد مش هتقف على اللي انت اتعلمته، لا قولي بتعمل ايه؟ بص حضرتك، صنايع الجبس او مهندس الديكور بالذات، الديكور ده عباره عن بحر، لو ما طورش من نفسه هيندفن، لان كل يوم بيطلع ناس جديده بفكر جديد، بفكر مختلف، ولازم نطور من نفسه. انا لازم اشوف ايه الجديد، او الحاجه اللي مش مطروحه في السوق، ابدا اطور من نفسي وافكر واشوف انا هعمل ايه جديد عشان ما اندفنش في وسط الصناعيه. في ما شاء الله ناس كبيره كبيره في المجال ولها اسم، بس تلاقي شاب طالع جديد احسن منه، لانه بيشغل دماغه، شاف ايه اللي ممكن يشد الزبون ليه يعمله، لما هم خلاص بقوا على الحاجه القديمه، فبالتالي بيتنسوا. وما شاء الله دلوقتي الشباب هم الرياد دلوقتي في سوق الجبس، كله شباب ما شاء الله، ده حقيقي، كل التيم اللي طالع كله جديد. ما شاء الله. هدف حماده ايه؟ انا هدفي ان انا ابقى ما شاء الله عندي شركه مقاولات كبيره في مجال الديكور، وما شاء الله يعني، ابقى رقم واحد في الديكور ده في مصر ان شاء الله. انت وصلت تحققت ايه من الهدف ده دلوقتي؟ يعني وايه اللي باقي لك؟ انا اللي باقي لي ان انا ابقى مثلا ابقى عندي شركه ديكور ديت لي انا، والحمد لله، واكبر مجالي في شغل المقاولات، حققت منه ايه؟ يعني حققت منه حوالي 4%. 4% من هدفك؟ ما احنا دلوقتي شغالين ديكور بس، بناخد بند الجبس بس، انما لو شركه ديكور كامله متكامله بيبقى تشيل شغل تشطيبات كامل. ايه العقبات اللي ممكن تقف قدامك عشان تحقق هدفك؟
والله هي العقبات كتير، مش حاجه يعني واحد مثلا يعني. في عقبات. بصي حضرتك، اهم حاجه الروح المعنويه. في واحد بيحبه، في 10 بيكرهه. اهم حاجه الروح المعنويه. لو روح المعنويه يعني سقطت، تمام، من عند مهندس الديكور او الصنايعي، مش هيطور من نفسه ولا هيعمل اي حاجه. انما اي حاجه تانية متاحه، الشغل متاح، الاماكن اللي نشتغل فيها ما شاء الله مصر كلها بقت اماكن كلها سكنيه جديده متاحه، وكل مصر كلها مليانه شغل. قصدك روحك المعنوية اللي هو الحماس، الحماس، اه، الروح يبقى المعنويه مطلوبه في الروح المجال بتاعنا. المعنوية دي حاجة والحماس حاجة. انت قصدك ان يبقى في حماس عشان تعرف تشتغل. ويبقى في حاطه قدام حضرتك، ان احط قدام حضرتك هدف لازم اوصل له. انت ما هو انت كده طبيعي حاطط هدف يا حمادة، يعني تمام. انت كده عارف انت عايز ايه من الاول. يعني انا شايفة ان انا يعني معلش مثال لشاب سافر واجتهد وتعب ورجع عارف هو عايز ايه كويس قوي، تمام، وشايفه ان انت بتوصل له بدليل ان انت معانا دلوقتي ما شاء الله، ربنا يحفظك. في البرنامج. تمام. حماده انت عندك اولاد؟ عندي ما شاء الله، عندي 3، عندي بنتين وولد. بنتين وولد. الولد تحبه يطلع يشتغل في مجال الجبس؟ انا لا انا حبه. طبعا مفيش يعني، الاب دايما بيتمنى لاولاده الخير، ان هم يبقوا احسن منه. انا لو انا هفضل معاه ما شاء الله لحد ما يوصل اللي هو عايزه، دكتور يطلع دكتور، مهندس يطلع مهندس، اللي هو عايزه. بس انا بفضل ان هو يطلع مهندس، مهندس عشان يعني يساعدك بقى. يساعدني وياخد كار والده. ايوه، ما انا بشوف ان دايما تحس ان يعني اللي بيشتغل شغلنا بيبقى نفسه ابنه يطلع لا، زيه عشان والصنعه دي انا حبيبها جدا والله، واخده اغلب وقتي، يعني اغلب وقتي في الصنعه دي، اغلب وقتك في الصناعه دي في حب. الصنعه دي. انا بحبها جدا. ما هو لو انا ما حبيتش الصنعه ديت، مش هنتج فيها، مش هوصل اللي انا وصلت له فيها. هو مبدئيا انت مثال لشاب يعني تسلمي يا حضرتك. بجد، يعني شاب مجتهد جدا وطموح. انا بشكرك جدا يا حماده، واللي عايز يتواصل مع حماده هيكون ارقامه على الشاشه. وبشكرك جدا جدا شكرا جدا لك والله. بجد. انت يعني انا كسلمى انت فهمتني حاجات انا ما كنتش اعرفها، لا، تحت امر حضرتك، تحت فانا امر حضرتك. بشكرك سلمي سلمي. جدا. تسلمي وهنطلع فاصل ونرجع لكم تسلمي يا تاني. ام سلمى.
رجعنا لكم تاني، وبصراحة احنا جالنا خبر عن جريمة قتل طفل. تعالوا الأول نشوف الخبر معانا. تمكن رجال مباحث مركز شرطة سيدي سالم بكفر الشيخ من كشف غموض العثور على جثة طفل مقتولا على حافة إحدى الترع. يعني من الآخر الأهالي في كفر الشيخ قاموا على جثة طفل على الترعة، فاتصلوا بالشرطة فبلغوا. المهم نكمل. الطفل يدعى عبد الرحمن، يبلغ من العمر 15 سنة، يعمل كسائق توك توك، المقيم بقرية إصلاح شلمة. تمام. هو مبدئيا يعني مش حابة ان انا اللي اقول تفاصيل الحادثة قد ما انا شايفة ان انا ممكن يعني حابة ان انا اجيب لكم الخبر من حد، هو يعني حد من مصدر الاخبار او يعني من الكاتبة الصحفية ندى حامد رئيسة قسم الحوادث، هي اللي نشرت الخبر في الجريدة. هي رئيسة قسم الحوادث بجريدة الأخبار اليوم 24. فندى حامد اتكلمت وهي اللي نشرت الخبر، فهي حاليا معانا على التليفون. يعني ألو. ايوه أيوة ندى، ازيك؟ ازيك يا استاذه، اخبارك ايه؟ الحمد لله. ندى معلش أنا عايزة أعرف تفاصيل الحادثة بتاعت عبد الرحمن. طبعا عبد الرحمن خالص تعزيه الاول لاسرته. طبعا عبد الرحمن طفل اقل من 15 سنه، ساب التعليم على حد معلوماتي واشتغل سواق توك توك علشان يصرف على الأسرة. تمام. تفاصيل الحادث ان هو كان معتاد ان هو بيوصل شخص معين، الشخص ده كان بيعمل في مقلة لب. في مقلة لب. تمام. في اليوم بتاع الحادث هو اتبع الطريق الطبيعي بتاعه، ان هو كل يوم بيروح ياخده من المكان بتاع المقلة لحد ما يوصله بيته. في اليوم ده تقريبا حصلت مشادة كلامية، بعدها خنقه اللي هو مشادة كلامية. ما تقلش ليه يعني، ما تقلش ايه المشكلة اللي حصلت يا ندى؟ قالش ليه، هو اساسا هو مثل الجريمة، هو الجاني مثل الجريمة قدام المباحث من خلالها ان هو خنقه عن طريق سلك، وبعد كده رماه على جانب احدى الترع بعيد عن مكان بيته، بس في نفس القرية. بس ايه معلش يا ندى؟ في نفس القرية، يعني في في القرية. نفس القرية. في نفس القرية. الخبر ده كان نازل يا ندى قبل كده، ان عشان يعني ان الطفل اتقتل بهدف سرقة التوك توك. يعني ايوه، ما هو دافع سرقة التوك توك طمع في مبلغ مالي. بس ثواني لحظة، يعني اللي قتل اللي اتكلم وقتل، انت بتقولي ان هو شاب عنده 20 سنة، بالظبط. وطبيعي جدا لما هسرق التوك توك هيبان او هيتعرف ان التوك توك معايا او كده. هو انا عايز اعرف يعني كلامه بالظبط كان ايه في التحريات. كلامه ان هو اخذ التوك توك، قتله علشان ياخد التوك توك علشان يبيعه ويحصل على، هو في الغالب هتبقى برضو يبيعه. قصة نفس القصة بتاعت المواد المخدرة. طبعا انت عارفة ان احنا برضو الحلقة اللي فاتت اتكلمنا ان كل الجرائم بتدور حول المخدرات، وبالظبط كده. فاحنا لحد دلوقتي مش عارفين يعني مشكلة المخدرات هتتحل امتى. ثواني، يعني هو اتقل يعني عبد الرحمن اتقتل عشان واحد بيشرب مخدرات، صح؟ عبد عشان عايز الرحمن يبيع التوك اتقتل توك علشان بتاعه. سرعة التوك توك، والجاني كان عايز فلوس علشان موضوع ايوه، بيبيع المخدرات. التوك توك عشان عايز فلوس عشان يشتري مخدرات. بالظبط كده. طيب في اي حاجة وصلت ليها التحريات يا ندى دلوقتي ولا لسه؟ هي التحريات لسه شغالة. طبعا هو اتقبض عليه واخد 4 أيام على ذمة التحقيق. هو طبعا عبد الرحمن كان الطفل الوحيد لوالدته ووالده، فطبعا يعني خالص عزائي ليهم. هو حد تواصل مع والده او والدته يا استاذه ندى ولا لا؟ انا تواصلت مع حد من قرايبهم، لاني طبعا ما قدرتش في الظروف دي ان هم قادرين يتكلموا كده، بس انا تواصلت مع حد وكلمته. وصف لك حالة الأسرة طبعا. طبعا يعني كان الله في عونهم، اي حد مكانهم طفل
يعني بيجري على مصدر دخله وفي الاخر يرجع يعني غرقان في دمه، دي لوحدها حاجه صعبه جدا، فربنا يتولاهم برحمته. يا رب بإذن الله. ندى والده عايش مش كده؟ اه والده ووالدته طب عايشين. معلش انا هستأذنك، والده شغال ايه؟ هي في الحقيقة والده أنا معرفش هو شغال ايه دلوقتي، بس هما مصدرهم محدودين الدخل، ملهمش أي مصدر رزق غير التوك توك، ووقت ملهمش اي ظروفه مصدر رزق الصحية. غير التوك توك. انا اقصد ان طفل انه يسيب تعليمه عشان ينزل يشتغل. طب حالة والده الصحية ايه؟ لا حالته الصحية، هم بيشتغل، هو الطفل بيشتغل عشان يصرف عليهم لأن هما غير قادرين. هو يعني هو احنا لو بنحاول حاليا فعلا يعني بالفعل نتواصل مع اهل عبد الرحمن حاليا. انا بشكرك يا ندى جدا، وانا بس بصراحه يعني انا اصلا وانا بقرا الجريمه كنت يعني ما حبيتش ان انا اقول تفاصيل الجريمه، وحبيت ان احنا نجيبها من ندى اكتر. بس فكره ان طفل يسيب التعليم عشان يشتغل، احنا وصلنا لمرحله يعني من وصلنا لمرحلة يعني أنا مش عايزة أقول كلام ما ينفعش، بس إن فكرة إن حتى لو أنا لو أنا يعني والدي عايش، أو إن أنا كأب عايش وعندي الصحة أو القدرة إن أنا أشتغل، أسهل بك يعني أحسن بكتير من إن أنا أستسهل، أو بلاش أقول أستسهل، الله يكون في عونهم يا رب والله أعلم بظروفهم، بس إن طفل عنده 15 سنة يتقتل علشان شاب تاني عايز يشرب مخدرات او غيره. ما طبيعي طفل عنده 15 سنة ممكن يتعرض للقتل، ممكن يتعرض للتحرش، ممكن يتعرض للاغتصاب، يعني ما ده طبيعي. انا سايبه في سوق عمل مش يعني هو لا هو هيعرف يدافع عن نفسه ولا هو هيعرف يعمل اي حاجة. انا كده كأني باخد ابني برميه، او باخد ابني بسيبه عشان يتقتل، بقدمه لهم كده على طبق من ذهب او على طبق. يعني انا يا جماعه يعني شايفه انا اكيد ليها حلول، اي حل يتعمل غير ان انا اخلي الطفل. طيب انا معايا والده الطفل عبد الرحمن. الو، الو، البقاء لله الاول، وانا بقى بعزيكي قدام واسره لله، البرنامج بتعزيكي. بقى قدام لله. البقاء لله. قولي لي يعني انتوا الخبر جالكوا ازاي؟ المغرب انا رنيت على ابني، قلت له تمام. تعالى يا عبدو، قال لي انا عندي كوبري الغلاويه يا ماما، حط لي العش تمام. شويه، وحطيت العش وما لقيت ما جاش، رحت رنيت عليه بعد صلاه العشاء على طول، تليفونه مقفول. قعدت الف عليه وادور عليه واسال عليه زي ما بسال على المغرب، تمام. ما لقيتوش. جبت طول الليل الف عليه، لما شبق طول الليل الف انا وابوه يعني عليه، انتوا كنتوا بتدوروا عليه فعلا؟ بلغتوا طول الشرطة الليل او والله بلغت؟ والله، من بعد العشاء من ساعة تليفونه من قفل وانا بلف عليه، يا حبيبتي تمام. بس انا بلف في ناحية والكافر واخده في ناحية، انا بلف في ناحية هو واخده في ناحية تانية، ومحدش قال انا شفته خالص، من قالوا كان هنا المغرب وما شفناهوش. انتي وصل لكم الخبر ازاي؟ قالوا كان قدامنا طول النهار ولحد المغرب، وبعد المغرب ما شفناهوش في الوقت اللي انا كنت بكلمه فيه. تمام. رحنا على نمرة مكان واقف عند كوبري الغلاوية، ما حدش قال شفته الا اخر حاجة المغرب. فضلت الف طول الليل انا وابوه، وطول الليل نلف في الشوارع هنا ونلف على نمرة طلع مننا. قلت قمت تاني الفجر، روح بعد ما قعدت شوية صليت الفجر، رحت تاني على نمرة، قلت يمكن يكون التيك توك انقلب بيه ومحدش شاف، تمام. ودورت في البحر برضه قلت يمكن يكون وقع ومحدش شاف، ما لقيتوش. رجعت البيت خدت ابوه ورحت تاني، طلعنا على اصحابه كلهم اللي انا عارفاهم واللي انا مش عارفاهم، محدش قال شفته خالص، قالوا كان العصر واخرنا العصر والمغرب وما شفناهوش تاني خالص. انت الخبر وصل لك ازاي؟ يعني مين اللي قال لك؟ كنا بندور انا وابوه وواحد جارنا ليه راجل صاحبه اللي هو التاجر اللي شاف الجثه ورن عليه، لما الناس علمت كلها ان احنا بندورهم طلعوا ورا مننا الصبح. فالتاجر ده رن على جارنا وقال له هنا عيل متوفي هنا مقتول، ما نعرفش هو منين. فطبعا انتوا فطبعا فدور الصوره ونزلها على النت. طبعا ابوه معاه تليفون عادي، التليفون التاني كان مع عبده،
التليفون الكبير ابوه كان مديهوله كان معاه، فابوه كسر التليفون بالليل من زهقه لما احنا مش لاقيين. فتحت لقيت الصورة. فالناس شافت الصورة، فجرنا دورنا على طارق قال له يا طارق انت فين؟ قال له بدور على عبده. طب لقيته؟ قال له لا. فما قدرش يقول لنا. وعم الطارق برضه رنت عليه لما الخبر راح له، قالت له ما تقولش يا ابني ليه، يمكن مش ابنه. بعدها بشوية صحاب عبده شافوه. انت جالك شك اللحظة انه ممكن يكون حصل له حاجة؟ ده انا طول الليل ببكي وامسك هدومه واخد واطلع واقول يا ترى انت فين يا ابني؟ ابوي يقول لي انت بتعيطي ليه؟ وهو مات. يعني انت كان قلبك حاسس طول الليل بعيط. يا حبيبي. واخش الجراج ابص مكان المكنه واقول يا ترى انت بقيت فين يا حبيبي؟ انا مش لاقيك يا عبد، وامسك هدوم اول مره اعمل كده. وطبعا قلب الام انت اكيد حاسه. واطلع بره واخش الاقي السرير فاضي اقول يا ترى انت فين يا ابني؟ انت شفتيه؟ انت رحتي شفتيه بنفسك؟ اه روح صاحبه لما خدنا وقال لقوه مضروب، قلت زمان اللي ضربوه خدوا منه المكنه. هو كان جامد وقلبه جامد وما كانش بيخاف من حد ولا كانش بيطافي لحد خالص. طب انا عايزه اسالك سؤال، هو فعلا ساب الدراسه مش كده؟ ايوه. عشان يشتغل على التوك توك؟ ايوه. عشان يساعدكم صح؟ انا وابوه ما كانش حيلتنا حاجه الا البيت اللي احنا شاريينه وبعرقنا انا وابوه. طب هو والده بصحه جيده؟ يعني والده صحته كويسه ولا عنده مشاكل صحيه؟ والده كويس، مش هكذب عليك واقول لك وحش، بس والده كان راكب عند الناس، سواق عند الناس. يعني عبد الرحمن كان شغال عشان يزود دخل معاكم. ايوان. وانا بشتغل في الغطاء، انا بشتغل في الغطاء. انا بشتغل في الغطاء وبشيل على دماغي طماطم وبشتغل وبزرع وبعمل كل حاجه، كل الدنيا عارفه وكل الناس عارفه ان انا بشتغل في الغطاء وابوه على دراعه. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا رب. وعبد الرحمن الكبير وجوز بنات. ما فيش غيره عندي. وحداني يعني؟ كان عندي وعند ابوه، كان بيقول لامه يا لسته ياما ولابوه يابا وبابا ولابوه ولابوه يا بابا وليا يا ماما. انت طالبه ايه بقى قولي لي كده؟ انا طالبه الاعدام 100 مره. الاعدام 100 مره. يعني انت مش هتتهاوني في اي حاجه غير الاعدام؟ لا لا، اصل لو طلع انا هقتله بايدي. ما حاولتيش تتواصلي مع اهل القتيل؟ يعني ما تعرفيش عنهم حاجه؟ اللي سمحته عنه من ابوه ما بيسلكش معاه، وامه ست وحشه شمال اللي سمحته. امه هي اللي عملت فيه كده. لابوه اللي سمحته ان ابوه ملوش حاجه في اي حاجه. يعني هو لما دخل وقاتل ابني وهدومه متملطصتين، ابوه بيقول له ايه ده يا ابني؟ قال له انت هتقوم من قدامي ولا اقتلك؟ انا لسه قاتل عيل دلوقتي اهو. وقتله في حته وشاله وراح رماه في الحته الثانيه على الترعه، وهو راجع بالمكنه بطلت منه ما رضيتش تدور قبال الولع. وقفت. الله يكون في عونك يا ام عبد الرحمن، واحنا بنعزيكي فعلا والبقاء لله. احنا بجد يعني اسره البرنامج كامله بتعزيكي ومصر كلها بتعزيكي، وانا بشكرك. وانت بتطالبي بالاعدام ومحدش يعني يتمنى حاجه غير كده عشان حقه يرجع، فاحنا دوله قانون وباذن الله حقه هيرجع، وان شاء الله يعني باذن الله حقه يرجع. وانا فعلا مش قادره اكمل المكالمه معاكي، لان الحاسه احنا مجرد ما شفناها اصلا يعني الكل زعل، وحتى احنا ما نعرفش عبد الرحمن، اللي يعرفه او ما يعرفوش فعلا الكل زعل. والجريمه فعلا يعني سمعت لدرجه ان الناس كلها زعلانه. فالله يكون في عونكم يا رب، وربنا يصبركم. و انا عندي راي يا جماعه بجد، يعني او عندي نفس الكلام اللي انا قلته، ربنا يصبرهم. بس فكرة ان انا اخلي ابني يطلع من التعليم مهما كانت ثقافتي ومهما كان حالتي المادية عشان يشتغل واسيب ابني يبقى في عرضة للمواقف دي، فبحس ان احنا المسؤولين عن ده. انا بشكركم جدا واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله في برنامجكم هي الحكاية ايه. واللي حابب يتواصل معي عن طريق البرنامج هيكون عن طريق البيج بتاعتي سلمى سليم، واشوفكم الحلقة الجاية بإذن الله.
الجمال موجود في كل مكان في الطبيعة.